السلام عليكم. حاب أهني شيوخ الدولة الإمارات على اليوم 40، وأهني الشعب الإماراتي على اليوم الوطني، وحاب أن تكون في احتفالات في الشوارع، بس الاحتفالات هذه ما تكون يعني ما تكون تتعدى قوانين الدولة، يعني تستوي فيه مخالفات وهالشكل. وشباب، أنصح الشباب أنهم يبتعدون عن التزاويد، ويبتعدون عن مثل ما تقولون ريس بريك وهالسوالف. وبس يعني أتمنى أنه يكون يوم حلو حق الشعب الإماراتي كله.